يعني انت ما دخلتش مكتبك النهارده؟ لا، دخلت من هنا من باب الشقه. معرفش ليه النهارده بالذات كنت عايز ادخل من باب الشقه زي اي زوج ملهوف على مراته. اصل انا بصراحه فرقت معايا قوي انك انتي حامل. عارفه الراجل مهما كان بيحب الست وما يقدرش يعيش من غيرها، انما لما يعرف ان هو يخلف منها وانها تبقى ام ابنه، الموضوع بيختلف، نوعيه الحب بتختلف. فارس، اوعى يكون حد شافك وانت طالع. في ايه مالك؟ انت خايفه من ايه؟ ما اللي يشوفني يشوفني. انا ما بقتش خايف من حد. اصل فريده وسلمى كانوا طالعين معايا في الاسانسير دلوقتي حالا. دلوقتي؟ وايه اللي جابهم دول؟ من غير ما يكلموا في التليفون؟ انا بقول نمشي احسن، انا قلقانه يا فارس. ونمشي ليه؟ انا ما روحتش المكتب. يعني كاني ما جيتش. هم هيقعدوا شويه وبعد كده هيزهقوا ويمشوا. دي فريده. ايوه فريده. الله، ايه الزعيق اللي عندك ده؟ سلمى، انتوا فين؟ عندي في المكتب؟ حبيبتي انا ما رحتش المكتب النهارده خالص. ايوه حارس. حارس ايه ده؟ تلاقيه مبرشم ولا متنقل على عينه؟ يا فريده، ينفع الزعيق ده يا فريده؟ معقوله الفضايح دي يا فريده؟ اجي ازاي دلوقتي؟ بص يا حبيبتي، انا مش في القاهره خالص. فريده اسمعيني، هديها وخديها وامشي دلوقتي حالا من فضلك. مع السلامة. لا لا يا فارس، لا، احنا لازم نسيب البيت دلوقتي حالا. ما هو احنا ما نقدرش نتحرك الا لما هم يمشوا. اقسم بالله ان جوزي في العمارة هنا ما خرجش منها، وانا مش همشي يا فريدة غير لما اعرف هو فين. وانت بقى لو كنت بتداري عليه قسما بالله العظيم ما هيحصلك. طيب يا فندم، انا ماليش ذنب، والله ما جه ولا شفته. يا سلمى بقى، بوس ايدك. ايه دي؟ بلاش امور الجنان دي، انا لسه مكلمة وهو مش في القاهرة خالص. يا فريدة، فارس هنا، انا متأكدة. ايوه يا رشاد، انت تحت العمارة؟ طيب اول ما تشوف فارس بيه خارج بلغني على طول. الحقني يا فارس، مش قادرة، بطني تتقطع. انا لازم اوديك للدكتور دلوقتي حالا. لا لا لا، انا همشي لوحدي. تمشي لوحدك؟ انا ممكن اسيبك. انا هنزل معاكي ويحصل اللي يحصل. يلا تعالى اتسلم عليا. شايفة الكذاب اللي بيقولك انه خارج القاهرة؟ تعالى هنا يا سيدي. سلمتي يا فارس، بتعمل معاك ايه؟ بتعمل معاك ايه؟ اهم حاجه تعملي زي ما الدكتور قال لك يا لام، تنامي على ظهرك وما تتحركيش علشان الجنين وضعه يتعدل. شكرا. لا لا لا، ده انا سعيد جدا باللي حصل ده، ومن بكره هعلن جوازنا قدام الدنيا كلها. ابننا يا حبيبتي لازم يتولد في بيئه طبيعيه، ولازم يكون فخور بابوه وامه قدام الناس. طيب تصبحي على خير بقى، ارتاحي. باي باي. تعالى صبري. مساء الخير يا باشا. انا اسف ان انا قلقتك في الوقت ده. قلقتني ايه يا باشا؟ ده احنا بعون الله ما نعرفش النوم، ما بننامش. انا طلقت سلمى. ايه ده؟ انت كنت عارف ولا ايه؟ انا اول واحد عرفت سعادتك بمجرد ما رميت يمين الطلاق على مدام سلمى مباشرة. انت ممشي ورا ناس السفر؟ العفو يا فارس بيه، دول رجالة سعادتك بيبلغوني بكل حاجة عشان الحق اتصرف اذا كان في خطر يعني ولا حاجة بتهدد سعادتك. بس انا مقتنع جدا باللي انا عملته ده، ولا يمكن اتراجع عنه.
انا استحملت كتير يا صبري بس ما كنتش بتكلم، لكن لقيت نفسي خلاص هنفجر حطق. اوامر سعادتك الجديده يا فارس بيها. احنا ننزل الانتخابات وصاد مع الوزير. طب ما احنا نازلين الانتخابات، بس قلنا هنعلن ده في الوقت المناسب. لا، من بكره هنعلن ده. حصل يا باشا، حصل. عايزين بقى نرتب اوراقنا ونعتبر ان المعركه بدات من اللحظه دي. انا بمجرد ما جالي التليفون حضرت لسعادتك كل اللي هتطلبه مني، وده سعادتك اللي انت عاوزه. الملف ده يا فارس بيه فيه اللي يخلي معاليه مش يسقط في الانتخابات وبس، لا ده كمان يتأجل للمحاكمه. احنا بقى سعادتك لازم ناخد من الملف ده بالشوكه والسكينه حته حته من غير ما نحف سعادتك. والرأي العام جاهز للمشهد اللي هقول لسعادتك عليه. سعادتك معترض على الفساد اللي في الوزارة، بس يا حول الله مش قادر تعمل أي حاجة. وكل ده ليه؟ لأن معالي الوزير اللي ماسك الوزارة يبقى حمى سعادتك. رحت أنت مضحي بحياتك العائلية والعاطفية، وكل ده ليه سعادتك؟ لأن كل اللي يهمك حياة الطبقة الكادحة، الطبقة التعبانة. الناس دي عند سعادتك أهم من أي حاجة في الدنيا. يا ابن اللذينة، إيه ده كله؟ ده أنا ولا كأني مطلق بقالي شهر. أنا كل اللي يهمني هو رضا سعادتك عليا. وبعدين أنا لا يمكن أنسى أبدا اللي سعادتك عملته عشان خاطري. المكانة اللي أنا فيها دي بسبب سعادتك، وكل خطوة كنت باخدها لفوق كانت برضو بتبقى بزقة من سعادتك. شوف يا صبري، أنا مع كل سلمة بطلعها هتلاقي نفسك أنت أوتوماتيك في السينما اللي تحتي على طول. انا طبعا كلمت عمه رشا في استراليا وقلت لها على الخبر. الحقيقه الست ما كانتش عارفه اساسا ان اخوها توفى، كان بقالهم اكتر من سنه ما كلموش بعض. ليه؟ هما مقاطعين بعض؟ احنا كده لا يمكن نطمئن على البنت. يا جماعه لا مقاطعين بعض ولا حاجه، مشاغل الحياه بس مش اكتر. يعني الست بتشتغل وجوزها دائم السفر، غير ان الحياه بره صعبه زي ما حضرتك عارف. بالعكس، ده انا عايز اقول لحضرتك ان انا لما قلت لها على الموضوع الست الحقيقه رحبت جدا وقالت لي طبعا رشا دي بنتنا. يعني خلاص رشا هتسافر؟ اه طبعا لازم تسافر لاهلها. الحقيقه مدام فوزيه، هو ده تحديدا الموضوع اللي انا جاي اتكلم مع حضرتك بخصوصه النهارده. انا عرفت من عمه رشا ان هم كلهم مسافرين الفار ايست، العيله كلها، هي وجوزها واولادها، وهيقعدوا هناك حوالي شهر. والحقيقه طلبت مني، قالت لي لو ينفع الاقي رشا مكان تقعد فيه الشهر ده وبعديها ابعتها لها على استراليا. مكان ايه؟ ما هي قاعده معايا. والله يبقى احسن طبعا، واكيد اكثر اطمئنانا ان مدام فوزيه. اسمح لي يا استاذ فهمي، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده غايه في الخطوره. الست اللي تعرف ان اخوها توفي الى رحمه الله وترك بنت يتيمة الأبوين وتصر على إنها تطلع رحلتها إلى الفار إيست وتؤجل لقائها ببنت أخوها، ده إيه ده؟ ده إيه البرود العاطفي ده؟ اسمح لي يا سيد فهمي، كيف تأمن حضرتك ونأمن نحن على البنت رشا في هذا الجو البارد عديم المشاعر؟ معلش، يعني هو حضرتك تقصد ايه بالظبط يا استاذ جميل؟ قصدي اني انا متمسك برشا ومتمسك بالوصيه التي اوصى بها الاب. انا دلوقتي بس فهمت ليه هو اوصى ليا ولمدام فوزيه ولم يوصي لعمتها. يا استاذ جميل، مش مدام فوزيه هي اللي قالت ان القرار في النهايه قرار رشا؟ قرار رشا ازاي؟ دي طفلة صغيرة، طفلة بريئة، ما تعرفش حاجة. أستاذ جميل، أنت ما تعرفش ظروف حد، والست ما اعترضتش على إنها تاخد رشا، هي عمتها وأولى بيها، وإذا كان على الشهر فهي قاعدة معايا. خلاص، اللي تشوفيه حضرتك. أنا بس البنت صعبانة عليا. طبعا خير يا باشا. تعالى يا صبري، أنا عايزك شوية. اقعد. بأمرني يا باشا. عرفت اللي حصل؟ خير يا فندم. معقولة تكون ما عرفتش؟ والله يا فندم سعادتك أنا ما أعرفش بتتكلم عن إيه بالظبط. فارس طلق بنتي سلمى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ساتر يا رب، يا ساتر. والله يا باشا سعادتك كده صدمتني بالكلام اللي قلته ده، صدمة كبيرة أوي. يعني هو ما قالكش؟ لا يا باشا،
وغلاوة ما عليك عندي لما اعرف حاجة. بس ايه السبب يا باشا؟ تصور، هذا الولد اللي فتحت له بيتي واعتبرته ابني وقفت جنبه وكبرته وصعدته لغاية لما بقاله اسم وكيان في البلد يعمل كده. ليه بس كده يا فارس بيه؟ ليه كده بس؟ بنتي بتأكد لي انه زبطوه في شقة مع واحدة كان مأجرها جنب المكتب. لا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا باشا يا باشا، الكلام اللي بتقوله ساعة ده ما تتصورش عمل فيا إيه. يا باشا حاسس إني حاسس إني هقع من طول يا باشا. عموما أنا بعتلك عشان أقولك إن هذا الولد الخاين خرج من حياتي تماما، وأي اتصال بيه أنا هعتبره تحالف ضدي. بعتبره خرج من حياتي أنا كمان يا باشا. أنا عارف إن هو اللي جابك عندي وشغلك معايا، إنما أنا بخيرك، إذا كنت غير راغب في الاستمرار فأنا ممكن أعفيك من منصبك. لا يا باشا لا يا باشا لا، سعادتك كده بتشكك في انتمائي وولائي لمعاليك. سعادتك كده يا باشا بتجرح إحساسي وشعوري. يا باشا سعادتك كده كأنك بتقارن ما بين ولائي وانتمائي لمعاليك لواحد كنت بشتغل معاه وخلاص خلصنا. أنا سمعت إنه نازل الانتخابات قدامي. ما ينزل يا باشا، ينزل هيروح فين يعني؟ الناس يا باشا كلها عارفين هو مين وسعادتك مين يا باشا. وبعدين يا باشا ده رافع قضية على أمه، على أمه، ما هي سبق وجات لمعاليك واشتكت لك منه. وبعدين يا باشا اللي يغضب أمه بالشكل ده ويعمل فيها كده ما ترجاش منه خير. خليني ساكت يا باشا، الله يخليك خليني ساكت. يلا اسحي قومي. يا حظك المنيل يا حاج حمدي، يا حظك المنيل. بقى هو فارس بيه حبك يطلق بنت معالي الوزير دلوقتي وقالي في الحوزة دي؟ دلوقتي هيعندوا ببعض وانا اللي هبقى في وسطيهم. وهو مش فارس بيه يا حاج؟ قالوا انه هيخلص الموضوع ده منه لنفسه. فارس بيه ده بقى لا به ولا زفت، ده ميسواش بصلة وهيش بيهنا معاه. الله، ده صبري بيوصل يا حاج. روح يلا بسرعة استقبله. حاضر. يا اهلا وسهلا يا صبري بيه، شرفت المكان. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. روح يا واد اعمل لنا شاي. حاضر يا حاج. ازيك يا حاج حمدي؟ قبل اي حاجه انا عاوز سعادتك ومعالي الوزير ما تحسبونيش على فارس بيه، انا راجلكم وبتاعكم، وانت عارف انا اول ما عرفت انه طلق الست المحترمه بنت معالي الوزير اتأذيت قوي. على مهلك شويه يا حاج حمدي، بالراحه على روحك. شوف فارس بيه من حقه ياخد القرار اللي هو عاوزه في حياته الخاصه. يعني ايه؟ نورني يا صبري بيه. يعني فارس بيه ما عملش الحكايه دي كده اعتباطا، لا هو عارف كويس قوي هو بيعمل ايه وامتى. ايوه طيب، ومصالحنا اللي معاه دي بالملايين يا باشا. فارس بيه دلوقتي يا حاج حمدي بقى اقوى من الاول بكتير، واقوى من الوزير. ازاي؟ فارس بيه معاه اوراق ومستندات على الوزير، والوزير معهوش اي حاجه على فارس بيه. عشان كده الانتخابات اللي جايه يا حاج حمدي
لازم تبقى لصالح فارس بيه. وانا ختام وانا هطلبه لان هو عارف ان انا جاي لك دلوقتي. الو ايوه يا باشا. ايوه انا عند الحاج حمدي. حاضر يا باشا، معاك يا باشا. يا اهلا يا احلى باشا، وحشني قوي. ايوه شوف بقى يا معلم باشا، انا راجل فلاح واللي في قلبي على لساني. ايوه بخصوص الموضوع اللي حصل ده، الطلاق خير ما فعلت، وانا كنت دايما عاوز اقول لك كده بس كنت بختشي. ايوه قلت يعني اهو يجيب لنا عيل صغير نفرح بيه، فارس به الصغير. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك. ايوه ما هو صبري بيه كلمني دلوقتي. انت غابت ايه اللي بتفكر فيها يا باشي؟ مبروك يا باشي، وانا بقول لك من دلوقتي الف الف مبروك. ستك فين يا بت؟ بت ما تتكلم كويس. ما انا اقول لك يا بت. في ايه يا روحيه؟ مين عندك؟ انا يا مدام. نعم عاوز ايه؟ اصل الست بتاعتي كده جابت بنت عقبال عندك وجاي نعزم سعادتك على السبوع. مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. وكنا بنستأذن حضرتك يعني ان السبوع يوم الخميس، بنستأذنك في البيت العسوله الاموره اللي عند حضرتك تيجي تغيص مع العيال شويه. ليه انتوا هتعملوا ايه؟ هندق الهون وهنهز المنخل وهنضرب سجاد. والسبوع ده من الساعة كام للساعة كام؟ الليل واخره. لا يا اخويا مفيش سبوع لليل واخره، من الساعة 7 للساعة 8 ونص ماكسيموم. ايه نكس المام دي؟ يعني انا اقول حلقاتك من الحاش اقول برجالاتك؟ استاذ وفيق. وفا يا فندم. اسمع يا وفا، مش عشان انا قبلت اعتذارك وبتكلم معاك وانك عملت الواجب وجيت العزا تبقى سداح مداح. لا، العماره دي فيها نظام ولازم الكل يمشي عليه. انا خدامك يا فندم. محدش خدام حد. تعلق ورقه على باب العماره تبلغ فيها السكان كلهم ان السبوع من 7 ل 8 ونص وممنوع استعمال المكبرات الصوتيه نهائيا، وعدد المعازيم لا يزيد عن 20 عشان النفس. مفهوم؟ مفهوم. عشنا وشوفنا سبوع بنتي بقى كله يفط، لحد يغني ولحد يرقص ولحد يهيص. طب صحيح ازاي كده يا نجم؟ سبوع بنت وفا تعمل سكتي؟ ده في اسبوع الواد احمد قعد يتضرب نار طخ 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 لغايه الصبح لما بولاكت هتولع. بس بقول لك يا نجم، يمكن نظامهم هنا كده في الزمالك. مظبوط. الست دي عماله تخنق فيا ومضايقاني ومخلياني مش عارف اغني ولا عارف اقول اي حاجه خالص. بقول لك يا منعم، ايوه انا بعد كده هغني الاليسا، خد بالك عليا. اسمعي كلام امك، كلام ابوك وفا لا. كلام ابوك لا؟ اسمع كلام ابوك وكلام امي لا، لحسن اكسر رقبتك. يلا I'm
وانا منبهاه ان السبوع يخلص 8:30. والنبي يا مدام، انا لما كنت عندهم قالوا لي عايزين نص ساعه كمان. نص ساعه كمان؟ البنت بتنام الساعه 8، على بال ما تيجي هتبقى 9:30 وتاخد شاور وتغير هدومها، هتنام الساعه 11. لا لا، ده زودها قوي بقى. ايوه يا مدام، هو بصراحه هو زودها قوي. ايه ده ايه ده، انا دماغي اتفلقت. اسمعي كلام ابوكي ولا تسمعيش كلام امك، لا تعرف. ايه ده ايه ده، الساعه بقت 9:55 وطول الوقت دق 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 عشان تسمع كلام ابوها. دي مش هتسمع حاجه خالص، دي هتبقى طرشه. في حد يعمل كده في طفل؟ تنخله في منخل وتدقه جنبه الهون، ما تديها قلمين احسن. ايه ده، يلا يلا سيبوه خلص. يلا يلا رشا، انت فين يا رشا؟ يلا يلا روحيه، يلا 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 سيبوه خالص. للاسف يا مدام فوقيه، الاخبار مش تمام. ايه اللي حصل اكتر من اللي حصل يا استاذ عبد العزيز؟ ولاد الحاج يا ستي بعد ما رفعنا القضيه صاروا جدا، واعتبروا ان مدام المساله وصلت لكده يبقى من حقهم يعملوا اللي هم عاوزينه. اكتر من كده ليه يا استاذ؟ احنا مش رحنا لهم وقلنا لهم نحل الموضوع ودي وهم اللي رفضوا؟ جاسر ابن الحاج رافع على حضرتك قضيه طرد. طرد؟ طرد منين؟ من الشقه دي. عشان يطردوني من بيتي؟ اصل البيت باسم الاستاذ جاسر ابن الحاج. انت بتقول ايه يا استاذ عبد العزيز؟ انت بتقول ايه؟ يا ريتني مت ولا شفت اليوم ده ابدا. يطردوني من بيتي؟ ده حتى حرام، ربنا ما يرضاش بكده، ربنا ما يرضاش بكده ابدا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وبعد إقامة دعوى القسمة وتقدير وتثمين قيمة الميراث الذي يخص كل من فوزية طه السباعي وفارس نور الدين وفريدة نور الدين ورؤوف نور الدين، قررت هيئة المحكمة أن تسلم السيدة فوزية طه السباعي العقار المتنازع عليه خالياً للسيد فارس نور الدين بصفته ممثلاً عن باقي الورثة في موعد أقصى أسبوع، بعد أن أودع السيد فارس نور الدين في خزينة المحكمة القيمة المستحقة لها وهي 2.5 مليون مصري. رفعت الجلسة. يعني إيه؟ هتردوني من البيت؟ أنا لا يمكن هسكت، أنا هطربها على دماغ الولاد. مش هسكت بقولك، أنا بقولك مش ساكتة. فارس بيه، فارس بيه، مش عايزين غير فارس بيه. فارس بيه غيره مفيش، واحد غيره مينفعنيش. فارس نور الدين الأسيوطي رجل الحدقة، فارس بيه، فارس بيه، مش عايزين غير فارس بيه. فارس بيه غيره مفيش، واحد غيره مينفعنيش. ثلاثة بالله العلي العظيم ما كان له لازمة تعبك يا باشا، لا يوفت ولا ميكروفونات كان لهم عازة. الله، البلد دي هتلاقي ضفرك فين؟ بقى العملية خلصان إن شاء الله، نجحوا باكتساح. البركة فيك يا حمدي. يا باشا، الحاج حمدي عامل شغل كبير قوي. شغل ايه يا صبري بيه؟ ده كله من خير الباشا. يوفت ايه اللي تتعلق في البلد دي؟ مفيش يوفت تتعلق يا غالي الا وتشيلها وتحرقها بجاز وسخ. حاضر يا حاج. مفيش يوفا تتعلق في البلد دي الا يوفا فارس باشي، احنا ملناش حد غيره. يعني ايه؟ لسه شكالة رفض كده بقى حكم نهائي؟ انا مش هسيب بيتي الا وانا رايحة على قبري. ما تفوليش على نفسك يا مدام فوزية، بعد الشر عليكي. مدام فوزية، احنا مضطرين ننفذ الحكم مؤقتا، وادي احنا ماشيين في الدفع ببطلانه. في حاجة تانية حضرتك مش واخدة بالك منها، ممكن جدا الحكم يتنفذ وبالقوة الجبرية لو فضلتي حضرتك مصرة على موقفك بالشكل ده. أنا مش هنفذ مهما حصل، ولا حد هيدخل بيتي مهما كان. ما هو الكلام ده ما ينفعش يا مدام فوزية. يا فندم، أنا
انتوا اعلام واساتذه في تخصصاتكم، بس انا شايف ان في حل اخر لم يطرح بعد. حل ايه يا استاذ جميل؟ الحقيقه انا شايف ان هي دي اللحظه المناسبه اللي يجب ان نسعى فيها لرأب الصدع ولم الشمل. رأب صدع ايه وكلام فارغ ايه؟ انت بتقول ايه يا استاذ جميل؟ دول بيرموا مهم في الشارع. انا ارجو ان صدرك يتسع ليا وتسمعوا وجهه نظري للنهايه. اذا كان فارس يقبل ده فانا متاكد ان رؤوف لا يمكن هيقبله، ومتهيألي فريده كمان. ساعتها بقى رؤوف وفريده لازم هما كمان يتصرفوا ونكسبهم لصفنا. هيروحوا المحكمه ويتنازلوا، وفي الوقت ده فارس هيلاقي نفسه لوحده ومش هيقدر يعمل حاجه. رؤوف وفريده، انت تفتكر انهم مش عارفين؟ دي جريمه مشتركين فيها كلهم. لو سمحتولي اقوم انا بالمحاوله الاخيره دي. انا هحط ضمي من شقتها ازاي بس يا استاذ جميل؟ وبعدين ما احنا كلنا خدنا حقنا، وحتى يعني اذا كانت امي وقفالي في الجوازه ومطلعه عيني، بس مش معنى كده ان وافق فارس على اللي عمله ده. مش ممكن يا استاذ جميل. ممتاز يا رؤوف ونجمه، او انت كده بصحيح بتثبت لي ان انا علمت وربيت. طيب هتعمل ايه؟ هروح لفارس طبعا وهوقف المهزله اللي بتحصل دي. تاكد ان موقفك النبيل ده هيكون جسر كويس واحنا بنعبر لمدام فوزيه عشان ناكد طلبك للارتباط ببوسينة. مش عشان كده يا استاذ جميل، والله ما عشان كده. امي مهما عملت فينا هي في الاخر امنا برضه. وهل ده هيكون موقف فريده برضه؟ طبعا، ومن غير ما ارجع لها اصلا. وفارس نفسه لا يمكن يوافق ان ماما تنزل مطرودة من بيتها. هو يمكن كان بيعمل كده بس عشان يحجمها شوية مش اكتر. اعمل حسابك بقى الاسبوع اللي جاي هننقل لشقتنا في الزمالك، اجمل فيو في مصر. طب ما تخلينا هنا يا فارس احسن، دي المستشفى جنب البيت، لحسن الموضوع يحصل فجأة وتبقى مشكلة. وحياتك ده انا وقف لك الشوارع والاشارات والمرور كله. انما طنط هتقعد فين بعد ما تسيب البيت؟ طنط عندها 20 حته تقعد فيها، فيلا في الساحل وفيلا في السخنه وفيلا في مرسى علم. يا فارس انا بتكلم عن هنا في مصر. ما انا عامل كده عشان تسيب مصر تروح تقعد في الهدوء والروقان، اهي تريح وتستريح. يا رؤوف عامل ايه؟ انت عندي في المكتب؟ طب انا جاي لك، مع السلامه. تعالي بقى اعرفك على رؤوف اخويا. من هنا؟ من هنا. حد له عندنا حاجه؟ تعالي. عارف تعالي يا ادي يا ست رؤوف الامور بتاع العيله واخر العروض، الهام مراتي. بص يا عيله انا اسعد. كان المفروض ان انا اعرفك بظروف احسن من كده، بس معلش بقى كل تاخيره وفيها خيره. معلش يا فارس بس كنت عايز في حاجه كده 5 دقايق. ايه يا حبيبي ما تتكلم، ما تتكسفش. الهام بقت واحده مننا دلوقتي يا رؤوف. اسفكم انا تتكلموا براحتكم، مبسوطه قوي ان انا شفتك يا رؤوف. انا اكتر. على اذنك. اتفضلي يا حبيبتي تعالي رؤوف. الباب ده هنا من امتى؟ هو مفتوح الشقه الثانيه؟ المهم قول لي يا رؤوف انت كنت عاوز ايه؟ هو انت ناوي تطرد ماما من البيت فعلا؟ بتسال ليه؟ هو ايه اللي بسال ليه؟ انا لا يمكن اوافق على حاجه زي دي ابدا. امال احنا كنا رافعين قضايا ومدين محامين قد كده ليه؟ ده حكم القضاء وجيل صالحنا، عايزنا نفرط في حقنا؟ هنطرد ماما يا فارس؟ هنرميها في الشارع؟ شارع مين يا ابني انت؟ امك دي اغنى مني ومنك بكتير. انا كنت بحاول ان انا اضمن حقي وحقكم في المراس قبل ما هي تبددوا. عارف دي لو حصل لها اي حاجه لا قدر الله هنلاقي نفسنا كلنا كده مديونين. ايه ده وفريده كمان؟ في ايه يا جماعه؟ رؤوف كلمني وقال لي نتقابل عندك عشان في موضوع مهم. رؤوف يا ستي قلبه رهيف، لما عرف ان الحكم في قضيه العماره جيل صالحنا جاي خايف لنطرد ماما في الشارع. وافرض انها سابت العماره هي هتغلب؟ معنا حاطين لها في حسابها 2.5 مليون تشتري بيهم احسن شقه في مصر وتعيش فيها وتشتري بيهم فيلا كمان. وبعدين انت جاي دلوقتي يا سي رؤوف وترق؟ مش احنا الثلاثه اتطردنا من بيتنا؟
انا وانت وفارس، وانت قعدت تتلطم بين الشقق المفروشه لحد ما فارس جاب لك شقه الزمالك اللي انت قاعد فيها. صعبان عليك قوي. وعموما انا عايزك تطمن على الاخر، احنا خدنا حقنا بحكم المحكمه، ورسميا احنا دلوقتي اللي بنملك العماره والشقه وكل حاجه، بقى نخليها قاعده فيها، محدش قال تمشي. لا بقى تمشي وتسيبها، لاني بصراحه انا لازم ابيع نصيبي، محتاجه فلوس. انت بتقولي ايه يا فريده؟ كل واحد اضرب ظروفه يا رؤوف. خلاص انا هشتري نصيبك يا فريده، والشقه مش هتتباع. الو يا استاذ جميل. لا لا اطمن خالص، فارس كان بيحاول يثبت حقه بس. لا طبعا ماما، لا يمكن تسيب البيت، زي ما قلت لك احنا محدش فينا هيرضى بكده. شفتي بقى يا مدام فوزيه، ان الدم عمره ما يبقى ميه، دي مجرد اوراق قانونيه لضمان الحقوق مش اكتر. ضمان الحقوق وهم واخدين حقوقهم، دي سرقه، اللي بيعملوه ده اغتصاب. مش كلهم، ده رؤوف اول ما عرف صار ثوره عارمه، وانا اشهد على ذلك. ده هو اللي كلمني وقال لي ان حضرتك هتفضلي في بيتك معززه مكرمه، ومفيش قوه في الدنيا تقدر تزحزحك عن مكانك. مساء الخير يا نساء مسيد. اهلا وسهلا. يا ترى مدام فوزيه موجوده؟ ايوه اتفضل. انا اسف جدا يا مدام فوزيه، انا جيت فجاه كده من غير موعد، بس انا بقالي اكتر من ساعتين بكلم حضرتك على الموبايل. فعلا انا قافلاه. حضرتك اتفضل اتفضل، تشرب ايه؟ لا لا متشكر، انا اصلي جاي لحضرتك في مساله مهمه قوي، والا ما كنتش جيت على غفله كده. ما تقولش كده، ده بيتك وانت عارف. عارف، وعارف كمان ان الاستاذ جميل والانسه بوسينه مش اغرب عنك، ومكانه الاهل بالنسبه لك، عشان كده يعني لو حضرتك تسمحي لي اتكلم قدامهم. اتفضل اتكلم يا عامر بيه. مدام فوزيه، انا عندي امر من المحكمه بتنفيذ حكم بالقوه الجبريه لطرد سيادتك من الشقه ومن العماره كلها. ازاي الكلام ده؟ لا يمكن، ده رؤوف قال لي ان انت لسه بتصدق الكلام ده برضه يا استاذ جميل؟ انا اسف جدا يا مدام فوزيه، عمري ما كنت احب اتحط في الموقف ده مع حضرتك بالذات، انما سيادتك عارفه انا بادي واجبي وانفذ القانون. المحضر والمحامين بتوع الاستاذ فارس منتظرين تحت عشان تنفيذ الحكم، وانا فضلت يعني اطلع احل المساله مع حضرتك بشكل ودي. طبعا انا بشكرك، انت لازم تأدي واجبك، بس انا عايزة فرصة الحق لم حاجتي. اطلع لي، انا عايزاك. ايوه حالا يا مدام. يعني انت متاكد يا حصول انها هسيب العماره دلوقتي؟ طبعا علي الطلاق لو طلع كلامك صح، نحلي لك بوقك ده. يونس انت لسه عندك؟ ايوه طالع طالع يا مدام. اعوذ بالله، حتى وهي سايبه العماره بتتعمر. الله يكون في عون البواب اللي هي ريحانه. انت متاكد انها هتسيب العماره دلوقتي؟ صحيح، الشرطة في خدمة الشعب. هو سيادتك فكرتي هتودي العفش فين؟ على الفيلا اللي في الساحل. يعني احنا هنسيب البيت دلوقتي يا طنط؟ ايوه. مش ده بيت طنط فوزية؟ ايوه يا رشا. امال مين اللي هياخده منها؟ رشا من فضلك مالكيش دعوة بالمواضيع الكبيرة دي خالص. امال هنروح فين؟ عندي طبعا يا مدام فوزية. عندك فين يا استاذ جميل؟
أنا الحمد لله عندي بدل الفيلا 3. أنا هروح أستريح في الساحل لغاية ما أوضب أموري. أنا محتاجة إجازة، وهي المدرسة لسه قدامها وقت على بال ما تبتدي. يا مدام فوزية بلاش الحساسية المفرطة دي، هو إحنا مش أهل؟ ده لسه عامر بيه قايلها. وبعدين حضرتك هتقعدي في شقة بوسينة لوحدك ومعاكي خشب. هقعد بصفتي إيه؟ يا ستي بصفتك مستأجرة عادية، كأنك أجرتي الشقة بمناسبة الظروف المفاجئة اللي إحنا فيها، وهو على الأقل نبقى كلنا حواليكي ورشا قدام عينيا. خلاص يبقى أجرها فعلا. لا بقى كده حضرتك بتشتميني. يبقى تنسى الموضوع ده خالص. خلاص يا ستي خلاص موافق أجريها. تعالى يونس. أمرني يا نجم. هي الحكومة اللي تحت دي الست فوزية جايباها لمين؟ دي مش هي اللي جايباها، دي الحكومة جايلها هي. جايلها ليه؟ انطردت من العمارة. بتقول ايه يا دونس؟ زي ما بقول لك كده يا نجم. بحياة النعمة انت ابن حلال مصفي. يا ادم انعم. نعمين يا نجم. انا قلت لك امبارح. امبارح؟ امبارح انت قلت لي كلام كتير قوي يا نجم، على العموم ارجع لك شريط امبارح كله واختار الحتة اللي انت عايزها. لما قلت لك نسيب العمارة دي، انت قلت لي ايه؟ قلت لي ايه؟ قلت لك الست دي يا ترحل من هنا يا تجيلها مصيبه. وهي جاتها مصيبه ميري. وهترحل من هنا وبالبوليس دلوقتي حالا. ازاي الكلام ده يا نجم؟ يا ابني انت مسطول على طول ما يونس قالك. اظن كده بقى يا نجم انت ارتحت كده ونفسك اتفتحت للغنى وهتغني. وانا عليا النعمه اغني بمزاج ومع نايم الزمالك دي خالص. يا حلاوتك يا نجم. يونس يا لهوي. أنا مش قلت لك تعالى بسرعة؟ أنت واقف ترغي على السلم ليه؟ أمورين يا ست الكل. تروح تجيب لي عربية نقل عشان أنزل العفش. ليه خير يا مدام فوزية؟ تكونيش ناوية تلمعيه يعني ولا إيه؟ أنت هتتساهر معايا؟ اجري اعمل اللي بقولك عليه.